اكيد معاشه ما بكفي وبده يعيش وجمعات اولاده وما جمعات اولاده، يعني هيدي الحقيقه هيك راكبه. مريت بهيش مواقف وشفت يعني بصراحه كنت ابلغ المدير. اكيد طبعا هوبخه واقول له ده غلط. تعاقب علي بقانون العقوبات الراشي والمرتشي ذات العقوبه. بضطر اعمل اللي هو عايزه لانه لو ما عملتلوش كده مش هيمشي المصلحه اللي انا عايزها. مش هرضى اديله رشوه خالص حتى لو اخرني يعني. للاسف المنظومه بايظه بس يعني وساعات بنضطر نعمل كده. احنا اللي بنساعد كمان ان المنظومه تبوظ. ساعة إلي للعمل لحتى يضل قوتي وقوت عائلتي، وساعة بصلي فيها يعني بتعبد الله بكل واحد على طريقته. بمارس العمل كممارسته للشعائر الدينية. عبادي لأنه لحتى تاكلي هو لحتى تعيشي أولادك، هيدي واحد لما بيقولوا والله أنا طلع الشغل وتوفى بيقولوا شهيد. لا شهيد، شهيد الشغل، شهيد العمل، كرمال عم يكافح كرمال أولاده. عشان نواجه التدين المزيف محتاجين قوانين، يعني بلد تحط قوانين إنما وقت الشغل هو شغل. هي تعتمد على شخصية الإنسان، والتدين المزيف هو الله اللي يشوف إذا هو تدين مزيف لو لا. لا هو أكيد له ربه بس بالنهاية بيأذي. يمكن بغش واحد اثنين ثلاثة وبالنهاية بده ينكشف بيكون هو ضر حاله.